أولا في هذه الجلسة أعطيت الكلمة من أجل المرافعات. بدأ السيد الرئيس بالأطراف المدنية أي دفاع الضحايا، وهذا ينص عليه القانون واحترم في ذلك القانون احتراما حرفيا. وبعد ذلك أعطيت الكلمة للسيد الوكيل العام. مرافعة الطرف المدني تلتقي مع مرافعة النيابة العامة في وجود إثبات دامغ وإثبات منطقي وإثبات كبير، وتلتقي مع كذلك في أن الفعل المقترف اقترف مصحوبا بظروف التشديد، لا من حيث السرقة الموصوفة ولا من حيث محاولة القتل العمد التي تلت دهس المرحوم بدر بوالجوال. وهذه ظروف تشديد تؤدي حتما إلى الإعدام، وأن النيابة العامة التمست ذلك وهذا حقها، وهو ما ذهب إليه القاضي التحقيق، وأن المحكمة ستقدر مدى صوابية أمر قاضي التحقيق ومدى جدية ومعقولية ملتمسات الوكيل العام. أنا من وجهة نظري أن المحكمة ستسير وفق ذلك، لأنه الملف واضح والإثبات قائم، وبالتالي على أن المتهمين إن لم يكن الكل فأغلبهم يستحق عقوبة الإعدام، وأتمنى أن تكون كذلك لكي نضرب المثال ولنعطي العبرة لكل من تسول إليه نفسه أن يتبجح ويتباهى بارتكاب الجرائم. ننتظر إتمام المرافعات خلال الأسبوع المقبل، وقد يكون الحكم كذلك في نفس اليوم. إلى الأسبوع المقبل، وشكرا جزيلا. إذا أعجبكم الفيديو لا تنسوا الاشتراك في قناتنا ماسينك تي في وتفعيل الجرس ليصلكم الجديد، وزيارة موقعنا www.masinktv.ma.